الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطنين هو عنوان الدورة الرابعة لمعرض المدن الذكية للدار البيضاء، والذي اختار كضيفة شرف مدينة بانكوك التايلاندية السباقة في مجال تحويل وبرمجة ما لا يقل عن 100 مدينة ذكية داخل حدودها على مدى العقدين المقبلين. اليوم كتنظم الدورة الرابعة ديال المهرجان المدن الذكية تحت الرعاية السامية ديال جلالة الملك حفظه الله. وكما كتعرفوا بأن المدينة ديال الدار البيضاء صوت المجلس بالجامعة من أجل اعتماد وانتداب شركة التنمية المحلية اللي كتنظم هذا المهرجان، وكل عام كنستدعيوا ليه واحد المدينة من المدن. اليوم مشينا لدول جنوب شرق آسيا، للمغرب عنده رغبة باش يكون عضو ديال شريك من أجل الحوار القطاعي اللي تقدم به ب 2016، فاخترنا المدينة ديال بانكوك لأن تايلاند هي اللي كترأس هذه المجموعة ديال الأزيان، والحمد لله باش نتبادلوا التجارب. مدينة الدار البيضاء دارت واحد المخطط للتحول الرقمي، اعتمدت صوت عليه مجلس المدينة، ثم خلقت واحد الوحدة سميتها كازا نيميريك اللي هي في إطار شركة ديال التنمية المحلية باش كتطبق هذا البرنامج. كاين تطبيقات للتنجزات فيما يخص المنصه الرقميه ديال التعميل، المنصه الرقميه ديال الرخص، مجموعه من التطبيقات، وكاين كذلك مشاريع مستقبليه. المحور اللي تختار هذا العام هذا هو الذكاء الاصطناعي، غادي يكون فيه شق علمي حوار مع الجامعه، مع سواء الجامعه ديال الدار البيضاء ولا الجامعه ديال بن قرير، وغادي يكون فيه شق تطبيقي، غادي نشوفوا مجموعه ديال الشركات الناشئه لي ستارت اب كيعطونا افكار من اجل تطوير هذه الخدمات للمواطن. وغادي يكون عندنا كذلك يومين فيها واحد المنافسه بين الشباب ديالنا من مختلف المناطق ديال المغرب اللي غادي يقدموا اقتراحات وتطبيقات عمليه، والفائزين الثلاثه غادي يتم الدعم ديالهم والتشجيع ديالهم. اذا هو محطه ثانويه اصبحت الان محطه اشاع معروفه على المستوى الافريقي، على المستوى يعني القاري، بانها محطه ديال المدن الذكيه كتنظمها كل سنه مدينه الدار البيضاء، اولا باش نستافدوا من التجارب ديال الاخرين، وكذلك نقدموا داكشي اللي كننزلوا على مستوى المدينه الدار البيضاء. وكما كتعرفوا هذا الموضوع هو موضوع ديال تحول مستمر، لان التكنولوجيا والمعرفه كتطور باستمرار، فدائما كيخصنا نشوف هذه الصيروره ديال التحول على مستوى البنيه البشريه، الحلول التكنولوجيه، ولكن كذلك على المستوى الثقافي والسلوكي. في هذه السنه كسابقتها فهي حدث الحمد لله بشرف العنايه الرعايه الصحي ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، ولهذه السنه تطرقنا للذكاء الاصطناعي في خدمه المواطنين والمدينه اللي هي مدينه شرف هذه السنه فهي مدينه بانكوك العاصمه ديال تايلاند، وتم هذا الاختيار مدى البرمجه يعني السباقه اللي عند بلد تايلاند فيما يخص تحويل المدن الى مدن ذكيه، حيث انهم عندهم واحد المشروع ديال تحويل اكثر من 100 مدينه في مده 20 سنه ان شاء الله. وهذا بالنسبه لنا غادي يكون واحد الارضيه لتبادل الخبر والتجربه. فالحمد لله اللي يمكن نقول لكم اليوم هو انه مدينه الدار البيضاء اصبحت واحد القبله يعني يحسب لها فيما يخص المدن الذكيه او تحويل المدن الى مدن ذكيه فيما يخص على الصعيد الدولي وخصوصا على الصعيد الافريقي. والدليل على ذلك هو وجود مدن افريقيه اللي جات تقاسم معنا التجربه ديالنا، وكذلك تعطينا الامكانيه باش يعني نتقاسموا معهم الخطوات اللي الحمد لله هذه اربع سنوات وحنا تنحقوها، لا فيما يخص يعني البرمجة ولا كذلك فيما يخص البرامج المشاريع اللي هي تحقق على أرض الواقع كيف تم في الكلمة ديال السيد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء. فاليوم الحمد لله مدينة الدار البيضاء ما تتكتفيش غير بالشعارات، فهي تتحقق مشاريع على أرض الواقع، لا فيما يخص لأرض يعني المشاريع المهيكلة للمدينة، ولا كذلك فيما يخص للسوفت، مادام أن هناك كاين كازا نيميريك كاين اللي هي واحد الجزء من كازا بريساسيون اللي تسهر على ما يسمى بشيما ديريكتور دو ترانسفورماسيون نوميريك. فيما يخص هذا اللقاء هو اليوم دخلنا في التجربه الثالثه او الرابعه، واللي كيبين بان مدينه الدار البيضاء خدات على عاتقها انها تاخذ بجديه المساله ديال الانتقال الرقمي لا ترانسفورماسيون نوميريك، واللي من خلالها كنحاولوا نسهلوا نمط الحياه بالنسبه للمواطن. هذا هو بالاساس لهذا الغرض من هذا النوع ديال اللقاءات.
هو إذن محطة سنوية وأرضية لتبادل الخبر والتجارب إن على المستوى الإفريقي أو القاري. ما تنسوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.